قطع جزئيات المباراة وبترك يستحق الهلال الفوز اليوم. والله اكون صادق معك، انا كنت اتفرج على بطولة اندية العالم بين نادي العين وفريق نيوزيلندي بطولة المونديال، فعلى قولتهم احنا العالميين اليوم كنا جندنا طاقاتنا. لا والله انا نايم والله ما شفت كل شيء، ما شفته صراحه. طيب اللي شافوها، وعلى فكره الهلال يستحق الفوز علي على فكره، حتى الفار يعني قال فكوني بس من مشاكل وحطوا بلنتي براحتكم طفى.